عادي، اي اتنين متجوزين ممكن ينسوا بسبب انشغال الحياه. بجد؟ انا عرفت ليه انا برتاح معاك يا دكتوره، بس هي الفكره ان انا ما نسيتش عيد جوازنا، بس نسيت معاها حاجات كتير قوي. ما بقتش زي الاول، ما بقتش بستمتع باي حاجه. انت عارفه يا دكتور ان انا بقيت حاسس ان انا كئيب قوي. زمان اهلي كان عايزين يسموني سعيد بدل نادر، دلوقتي انا بقيت كئيب وفي مني كتير كمان. طيب هو انا هسألك سؤال خاص شويه، علاقتكم كزوجين شكلها ايه؟ عادي. وهي تعمل كل حاجه عشان ترضيني، بس انا صراحه ما بقتش حاسسها ولا شايفها. يعني الموضوع بقى تقليد واجب. أستاذة كمال، نادر كنت معاكي المرة اللي فاتت في العيادة عند الدكتورة درجاء. اتفضلي. لا أنا ما بدخنش. لا دي السيجارة بتاعتك، أنت نسيتيها على الترابيزة وأنا خدتها المرة اللي فاتت. سيجارتك. هو أنت لسه محتفظ بيها؟ أمين أنا شوية. لا هو أنا ما بدخنش، أنا بمسكها عادي كده حالة نفسية. وأنا كمان ما بدخنش، مفيش مشكلة. قولي لي أنت واقفة في عندك مشكلة ولا حاجة أقدر أساعدك؟ عارف ان ده نفس اللي حصل معايا المره اللي فاتت؟ الفكره في حد هنا بتاع كاوتش، انا المره اللي فاتت عمل لي عربيتي، ممكن اروح اجيبه واجي، ايه رايك؟ لا بس انا كده هتعبك معايا يعني. لا خالص خالص خالص، بس ممكن اروح يعني ثانيه واحده اكون عندك. اوكي استاذ. اتفضل. خلاص عايزك بسرعه بقى تعمل الكاوتش ده، ها زي المره اللي فاتت كده. تلاقيش الراجل ده شاطر، نص ساعه وكل حاجه تكون جاهزه. طب قبل ما يخلص ما تيجي اعزمك على اي كوفي هنا، ايه رايك؟ في هنا كوفي يعني، ممكن مش ممكن؟ خلاص ماشي. اتفضل. خلاص اتفضل. على مهلك. ها معقولة يا مدام كمالية في راجل ممكن يكون يعامل مراته بالطريقة اللي انت بتقوليها؟ صراحة أنا مش مصدق اللي انت بتقوليه. أنا كمان ما كنتش مصدق إن ده يحصل لي لحد ما عشته بنفسي. أه بس عادي، انت ممكن تطلقي، ممكن تخلعي، في قانون ممكن يحميكي، اللي يجبرك انك تعيشي في اللي انت عايشة فيه ده. طب ما انت ممكن تطلقها. ميرنا؟ لا بصراحة ما ينفعش، أصل أنا بحبها وما أقدرش أبعد عنها، في نفس الوقت مش قادر أقرب لها. عارفة لو أنا قادر إن أنا أرمي عليها كل حاجة إن هي السبب في المشكلة كنت طلقتها، بس أنا عارف إن أنا ليا يد في الموضوع حتى لو كان بطريقة غير مباشرة، بس أنا شريك في اللي بيحصل ده، لازم اعترف بكده. طب ما تكلمها بصراحة يعني، حاول تقرب منها. بص هو ساعات الكلام بيختصر حاجات كتير قوي وبيقرب المسافات، وانا شايفة ان مشكلتك عادية بسيطة جدا، حاسة ان انت اللي مكبر الموضوع بصراحة. انا كمان بمنتهى البساطة ممكن اقول لك ان مشكلتك عادية وان انت مكبرة الموضوع ببساطة، بس
انا مش عايش عيشتك ولا انا حاسس نفس احساسك اللي انت بتحسيه مع جوزك، فما ينفعش احكم عليكي، كمان انت ما ينفعش تحكمي عليا. المشكله ان انا عندي الاحساس غريب، ما بقتش حاسس ان انا راجل البيت. مش عايزك بقى تقولي لي كلمها او اقول لها او احكي لها، ان هي ببساطه مش هتفهم اللي انا بقوله. هو انت ازاي بتحبها وهي بتحبك ومش هتفهم اللي انت هتقوله؟ عشان هي ست عظيمه متفتحه في كل شيء الا الجزئيه دي. انا لو كلمت بيرنا في الموضوع ده هتفهم ان انا عايز ابقى سيس سيد، عايز ان انا اقارها، عايز ان انا الغي شخصيتها. بصراحه مدام كاميليا في حاجات لازم تتحس، ما ينفعش تتقال، عشان لو ما اتحسيتش الكلام مش هيكون لازمه. ممكن